سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير. كي دايره الصحيحه؟ كي دايره اموركم؟ كما كتشوفوا مني كنسالي الخدمه البنات وكنسالي النهار كامل، خاصني نبدا نقاد الكوموند اللي كل واحد منين كنصيفطو. اليوم الكوموند اللي غادي لقلعه سراغنا وغادي لفرنسا، وكاين كوموند اخر اللي غادي لوجده. المهم خاصني نقاد هادشي بالليل باش ما يكونش عندي الغاشي هكا، باش ما نترونو في والو. قبل ما نبدا لا فيديو ديال اليوم كنبغي نشكر اي وحده متبعانا، شكرا بزاف بزاف، شكرا لاي وحده متبعانا. سلوى. شكرا لاي وحده متبعانا، وشكرا لاي وحده عطاتنا من الوقت ديالها ولا تسناتنا في العشيه اولا قالت لي وسام علاش ما حطيتيش لا فيديو ديال اليوم. كنبغي نقول لك شكرا 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 بزاف على الوفاء ديالك للقناه ديالنا، ولهلا يخطيك علينا وبهذا الشيء ديالك انتيا، وبهذا الشيء اللي واقفه معايا انتيا. انا واقفه وغاده كنطلع الحمد لله، وزايده كل نهار كنزيد درجه وكنطلع، واخا صعيب شويه ولكن بالجهد ديالكم وبالتشجيع ديالكم الحمد لله كتبان لي الطريق غاده لقدام. شكرا بزاف بزاف، شكرا لكم، شكرا لاي وحده كتفرج فيا، لهلا يخطيكم عليا وشكرا. اليوم غنبدا لا فيديو، عندي بغيت غير نوريكم شي حاجه خفيفه. اليوم الفيديو اللي كاين غنوريكم اشنو خدمنا، شي حاجه خفيفه جليلبات وقفيطنات، وتاني غنوري الناس اللي خدامين كيقولوا لي باش كترزي اشنو هما الالوان ديال الصم اللي كترزي بهم وشنو هو لا كاليتي اللي كتاخدي. المهم بقاو معايا الناس اللي باغيين حتى يتعلموا غيشوفوا الصم باش كنخدموا، مرحبا بكم، بقاو حتى تشوفوا الاخر ديال الفيديو، مرحبا والف مرحبا ويا الله معايا. المهم حيت ما كنبغيش البنات نقطع هكا باش نوريكم كلشي، كنبغي واخا كتشوفوا معايا هز الكاميرا وحط، ولكن كنبغي نبقى علاش غادي نقطع، حنا ماشي بعاد على بعضياتنا وماشي غراب، غنكمل لا فيديو ونمشي. اول جلابه البنات هاد الشويبيه هادي اللي زوينه غزاله، وهاد اللون اصلا زويون سماوي البنات، شفتو طرزات البنات بطريزه باليد، جات الطريزه هنايا وجات هنا في المونش، شفتوها غزاله ومحبوكه شفتوها. بالنسبه للالوان اللي دخلت ليها مشيت في الواحد هذا الشيء بهذا البنات، كيجي مع البلونكاسي كيجي زوين، كيجي معاه الصام وكيجي معاه حتى واحد اللوينه هو شفتو هذا بحال شكل كاشير كيجي زويون مع الشويبي. قطيبه البنات ماكينه وتخراس باليد، كنجي للرشيمه الاخرى كتجي حتى فوق الفتيحه وحده، شوفوا البنات زوينه وتاهي كطلع غزاله، وشوفوا الخدمه، خدمه البنات ديال الطرز، الله يعطي الصحيحه للطرازات اللي معايا، الله يعطيكم الصحه الصراحه كاملات وحده وحده. تحيه ليهم وتحيه للصناعيه اللي معايا، وتحيه لاي واحد بصراحه كيخدم معنا في المحل وكيخدم بصدق بصدق بصدق، وكيقولوا رحم الله عبدا عمل عملا فاتقنه، بصراحه هذه والله القسم الا ديما انا كنديرها في بالي وكنقولها للبنات اللي معايا. هذه يا البنات غزاله طريزه جلابه في النواغ، والطرزات كما كتشوفوا بالخضر والنواغ، وجا فيها هاد العقيق. هذا البنات كوموند ديال الامارات، تحيه ليهم، تحيه للبنات اللي معنا في الامارات الصراحه اللي كيدفعوا عندنا الكوموند، شكرا ليهم، شكرا على الاختيار ديالهم القناه ديالنا، ولا بصراحه كيتيقوا فينا وحتى حنا ما جيناش وتاقوا فينا، عطيناهم الخدمه ديالنا بصراحه وشافوها وبقاو كيدفعوا عندنا الكوموند. شكرا ليكم، شكرا للوفاء ديالكم للقناه ديالنا، ما كاينش فيديو ما كيزقلوه. شوفوا البنات زوينه، جات طريزه باليد، نقرب لكم طريزه تشوفوها، وجات حتى في الكميم، عجبتني وجات في الفنه، غنحاول نصورها ودوزوا عندي الانستغرام وغتشوفوها البنات في الانستغرام، سرحها هكا باش نصورها. وكاين هاد القفيطين، هذا زويون البنات ديال جوهره شفتوه، كيجي زوين في الخدمه شفتوا البنات غزال. هذا ديال نجاة صاحبتي، ان شاء الله يدخل عليها بالصحه والرباح ان شاء الله، قولوا ليها مبروك كاملين.
هاي نجات، هاي القفيطين، واجد القفيطين ديال جهارة، ومازال الشيء الاخر حتى هو موجود. بالصحة والراحة، والله يكمل عليك بالخير ان شاء الله. شفتوها البنات، غزالة غزال غزال، وجهارة حتى اللي خدات زوينة الخالية تما. وتاني هذا البنات، هاد القفيطي اللي زوين وفنيون وطلع غزال، ها هو البنات. هاد الصفيفر هذا زوين، هاد الصفر إلكتريك البنات. اختارينا لي غير الموف، قفطانك يا كريمة. الصحة والراحة كريمة. اختارينا ليها البنات غير الموف، دوزنا ليه قطيب ماكينة وتخراس باليد، درنا هاد الرشيمة هنا ونبتناها كما كتشوفوها، درنا ليه الشبيكة في الكول، جات غزالة شفتوها. ودرنا البنات طريزات في الجناب، جات غزالة 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 شفتوها. ودرنا الشبيكة البنات لتحت، يعني بحال لابسه قفيطي لتحت ديال الشبكه، هي راه ما لابساش، غير بقاو لباكم. ولكن كيجي زوين هذا الستيل، هذا شفتوا البنات كيجي غزال، كيعجبني. بالصحه والراحه كريمه. وكاينه البنات هاد الجليبيه حتى هي اللي زوينه، شوفوا البنات هاد الطريزه غزاله غزاله غزاله، هذه ديال فاطمه. بالصحه والراحه فاطمه، الكوموند ديالك طلع كله غزال، بصحتك وبراحتك، تلبسي وتعاودي ان شاء الله غير معانا، ومرحبا بك. شفتوها، شفتوا البنات اللوينات اللي اختارينا، جاو زوينين فنين ومحبوكين. هاد اللوين هاد التويب هذا غزال، هذا هو التوب اللي كنقول لكم البنات ديال الجيم، هو ملي فاميره في الجيم. شفتوه كيجي زوين وكيتواتى، وخديمه ديالو غزاله. وبصراحه ما كيحشمنيش مع الكليان هاد التويب نهائيا البنات، صب ورد، وراه هو اللي في الجلابه ديالي البلونكاسي. وهاد القفيطين حتى هو ديالك فاطمه، بالصحه والراحه، جا غزال جا غزال جا غزال. شوفوا الطريزه كي دايره، فنه شفتوها، جات فنه الطريزه. ونوار ومليفة أميرة شفتوها، شفتو الطريزة غزالة البنات، الطريزة فيها المبرة شفتوها، كتجي زوينة بالمبرة. المهم الكومون ديالك جا غزال، بالصحة والراحة، ومرحبا بيك وما حالك، وبحالة جاية عند اختك. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بأي وحدة كتبعنا، وشكرا للوفاء ديالكم، وشكرا على المجهودات ديالكم اللي كتعطيونا، ولهلا يخطيكم ليا. وبقاو معايا المعلمات نوريكم باش كنطرز انا. هانتوما البنات، بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الصم، اللي كيقولوا لي حيت انا بزاف الترشيمات كيعجبوني البنات نخدمهم نطرزهم بالصم، كيعجبوني في الصراحه. ولكن الصم كاين الصم اللي يقدر يمشي لك اللون ديالو، اكيد كاين الصم اللي غيقدر يمشي لك اللون ديالو، سيرتو الا خدمتي بكيوتكس، كيوتكس اللي ملون خاصك تعرفي شنو تاخدي. بالنسبه لانا، انا كنطرز بالباطو البنات كما كتشوفوا، اللي الثمن ديالو هادي كتقام دايره 60 درهم تقريبا، وراه دغيا دغيا. ولكن مثلا غنعطي مثلا البياسه غنطرزها باليد البنات، يعني ما غاديش نحتاج انني نخدم ليها كيوتكس. كيوتكس واش فهمتوا؟ كيوتكس فيه البرونز، ولا تقدري تخدمي به، ولكن الباطو في الالوان شي حاجه اللي زوينه البنات. شوفوا هادي بالنسبه للبنات اللي بغاو يسكرينيو، كاين هذا، ها نشوفوا الالوان ديالو البنات، هذا غزال، هذا فيه لوينات اللي فنين وباردين، شفتوا شفتوا البنات، شي حاجه زوينه في الصراحه، وما غيحشمكش مع الناس. شفتوا انا راه كنمشي كناخذ الكثره بزاف، ومع ذلك كناخذ لاكاليتي اللي غاليه اللي باش تبقى عندي في الصراحه، وما تحشمنيش مع الناس. راه عندي تقريبا شي جوج مجوره اللي عامرين البنات ديال الصم، حتى النواغ البنات كناخذ لي انا الصم، النواغ في الصم تقدري تاخديه كيوتكس، كنخدم به انا تشباكه البنات، كيجي زويون هذا الفيل، هذا غزال البنات فنيون. مهم هكا، كانت واحد السيده كانت سولاتني وقالت لي وسام باش كطرزي باللوينات الفيل، تقدري تاخدي فيه البنات حتى هاد المخيضر اللي عنده الشعره ديالو نواغ لداخل، هذا ما تخافيش منه. ولكن الا غنطرز البنات باليد، ديما كننصحك تمشي للباطو باللوينات،
ما تحشميش مع الكليان، وعطيه ديما حاجه زوينه باش هكا غيرجع عندك. الا تسقرمتي عليه مثلا في الصام وتسقرمتي عليه وغيدي هذيك البياسه، وانت تسقرمتي وشيطتي لك واحد الحاجه، ولكن غيدي هذيك البياسه ما غيرجعش عندك. ديما خدمي ليه بلا كاليتي اللي زوينه. شتو البنات، انا هكا كنخاطب البنات الصناعيات اللي يلاه بعدين، ما كندويش مع الناس الحريفيات. حيت كاينه اللي ما غتقبلش مني بحال هذا، ولكن لا، انا كان كاينين كيجوني اسئله اللي هكا بنات يلاه بعدين كيبغيو يعرفوا مساكن، وانا ما غنبخلش عليكم، اللي كاين غنعطيه لكم. والله ما كرهت نعطيكم اكثر من هكا البنات، وكنقول لكم غير بقاو معايا، غدوزوا عندي القناه الاخرى مرزوق وسام اوفيسيال، غنعطيكم فيها كل شيء ان شاء الله. غير نحيد غير هاد الروينه، راني مبرسطه هاد الايامات، كنشد لي كوموند ديال رمضان. ومرحبا بكم، والف مرحبا، وشكرا لاي وحده كتابعنا، وشكرا لاي وحده كتثق فينا، وباي باي.